عمومي، مراقب تصرف، هذو مشو دخلوا للوظيفه العموميه. وانت تعرفي الوظيفه العموميه ديجا مثقله، احنا انت الخطاب المرجعي نتاعك او الوثيقه المرجعيه نتاعك هي وثيقه قرطاج. انا الوثيقه المرجعيه نتاعي هو اللي قالوا يوسف الشاهد قدام نواب الشعب نهار 11 سبتمبر، ما بين الحاجات اللي قالهم اللي باش يضغط على كتله الاجور وباش يخفف ايضا من حجم العدد الكبير والمتضخم للناس اللي تخدم في الوظيفه العموميه. متى انتم تطلبوا في حاجه اخرى زيد دخل الوظيفه العموميه؟ فما معضله. مساله هذه كتله الاجور هذه موضوع ثاني، معناها في علاقه ب خلينا نقول املاءات صندوق النقد الدولي هذا أي. اللي قاعد يفرض علينا في جمله من الخيارات طالب بين 10000 و15000 ألف موظف يتم خليتو نرجع تخفيف عبهم اللي مش نحكيو عليها اللي مش نجيك آخر كان تحب. اللي مش نجيك لموضوع معناها الموظفين وفما معناها تكدس الموظفين وطريقة معالجتها بإغلاق باب الانتدابات هذا على الأقل مؤقتا. أنا نعطيك مؤقتا في قطاع فقط التعليم، اليوم عندنا أكثر من 15000 من بين معلمين وأساتذة اللي هما معناها أماكن شاغرة. اليوم عندنا عشرات الآلاف من أبنائنا وبناتنا مش قاعدين يقرأوا. بالتالي هل أنه هذا فما زائق فائض في لا. لا في بلايص أخرين يمكن الفائض، فما طريقة أخرى يمكن معالجتها بإعادة توزيع وبالحوكمة الرشيدة. نعم. وبالتالي هذا استنداب كبير ياسر لأنه ما نجموش في بعض دقائق أنه نسلطوا عليه الضوء. احنا في الاتحاد العام التونسي للشغل صحيح معناها موقعين على وثيقة كارتاج، لكن وثيقة كارتاج يا اما ان تكون وثيقة معناها فهمتني صادقة وحية وملزمة لكل الاطراف الموقعة، اما معناها فهمتني دون ذلك فاحنا راهو مش نراجعوا موقفنا منها وعلاقتنا بها، لانه فعلا ولات بعض السياسات والتوجهات اللي تمس في الصميم جوهر الوثيقة. وذكرت في كلامك وأنه احنا في الاتحاد موقفنا من مسألة التشغيل ومن مسألة معناها هذه التسريح الانتدابات او التسريح، احنا نكون واضحين مع بعضنا من الآن وبكل وضوح، احنا عندنا استحقاقات في علاقة بالسياسة التعاقدية، في علاقة بمسألة التفاوض في زيادة في الأجور الموظفين في سنوات سنة 2018، هذه مسألة جوهرية حب البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أم كره، لأنه المواطن التونسي والعامل التونسي وصل المرحلة نتاع معناها ما عادش ممكن أنه نتسامحوا فيها مع التدهور الرهيب للمقدرة الشرائية، الغلاء الغير المسبوق لكل المواد معناها الاستهلاكية معناها من الخضرة إلى معناها اللحوم إلى النقل إلى المحروقات اللي ما عادش ممكن باش نتسالوا فيها. ورقم فقط أدنى نسبة أجور موجودة هي في تونس من بين 115 دولة وعملوا فيها دراسة، تونس كلاسي 102، وبالتالي فليكف من يريد أن يحمل الشغالين والعمال وأجورهم الزهيدة الضعيفة أزمة المالية العمومية، بل على العكس من ذلك فأن نسبة تمتع معناها الأجراء ككل بالثروة الوطنية لا تتجاوز 25 إلى 27%، والحال وأنهم يقدموا في 80% من المداخيل الجبائية المباشرة، وبالتالي رفقا بالضعفاء ورفقا بالبسطاء من هذا الشعب الذي أراد أن يفتح أفاقا جديدة في ثورة 14 جانفي 2011، فلا يمكن أن يقع القبول باغتيال هذه الأحلام، لأنه نتيجتها أن يشوفوا فيها خيرة شبابنا ولا معناه يستقبل فيه أسماك البحر الأبيض.